الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الثاروبي. كان في مستهلنا لنقد شاعر الفيس يوم 28 من هذا الشهر الطيب المبارك، شهر رمضان الذي انقضت ايامه سريعا. اذا شئت في الدارين تسعد فاكثر من الصلاه على محمد مع الابتهال والمدائح النبويه والمجتهد الشيخ عبد الرحيم بجداره. لا اله الا الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا بذكر الله، بذكر الله تنشرح الصدور وفي تقواه، وفي تقواه إشراق ونور. وذكر الله، وذكر الله فيه عظيم أجر وفي مرضاته خير وفير. فكن لأوامر المولى مطيعا، فكن لأوامر المولى فبالطاعات، فبالطاعات تنصلح الأمور، وبالأخلاق، وبالأخلاق تحيا في وبالتقوى يليل لك العسير. فكن لأوامر المولى مطيعا، فبالطاعات تنصلح الأمور، وبالأخلاق، تحيا في أمان
وبالتقوى يلين لك العسير. وباب رجائنا خير البرايا وشافعنا إذا عز المجير. محمد أخرج الأكوان من وثق وحرر العقل من شرك ومن نزق وأنقذ الناس من فوضى ومن قلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في حلم ولا كرم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله love.